الخير جواد. يا صباح النور. هلا سيل. هلا. صباح الخير. صباح النور، كيفك؟ الحمد لله تمام. مبارك شلونك؟ انا خايف تطلع فيه اليوم. ليش؟ زهرة ما بعرف انت ليش خايف اليوم؟ اطلع فيه لا عشان يعني ما ضامنين لابسين ابيض يعني. تمام، مع مين فريق الجيرز الابيض؟ عالمين السلام. اي صح. جواد دائما انا يعني اقول جواد سوالفه والمواضيع اللي يسلط الضوء عليها فعلا تنقلنا الى عالم اخر، يعني رغم القصه تكون برسمه مثلا صغيره بس تاخذنا يعني تفتح افاق للحديث وافاق لمواضيع يمكن تكون ما خاطره على بالنا بس كلها هي احنا ملامسيها من واقع حالنا. اليوم شو محضرنا؟ هلا اليوم راح نحكي عن موضوع يمكن اخذ كثير صيت، جدد الصيت تبعه، خلينا نقول موضوع بيكمون، اللعبه اللي طلعت مؤخرا واللي صار في تقارير واهم القنوات تحكي عن هالقصه هي وكيف الناس ملحوس عقلها بهالقصة هي. سيطر على سيطر يعني على حتى على الأسواق جواد من فترة، هو صار له كم سنة طلع حتى بالأخبار صاروا يعني خبر عاجل. أي البوكيمون من بتذكر يعني من أول ما طلعت التلفزيونات العربية وهيك بالمدارس ويعني على الصعيد الشعبي صار يحكوا إنه ها مؤامرة، بتعرف نحن عم دغري عندنا بوكيمون التعليم ما بعرف شو واخذينها كذا والإمبريالية والصهيونية العالمية وراها ولازم نحن هذا يهجم على ديننا وتراثنا وثقافتنا و هلا بشكل عام أي شيء في عنف زيادة هو ضد الثقافة الإنسانية المفروض هيك، بس نحن دائما خايفين إنه على فكرة نحن أكثر ناس بنزي ثقافتنا وصورتنا للآخرين. المهم وقت كثير صار في عندك هال يعني ما بعرف شو بسميه، كان صار في حملة عامة على الموضوع وعلى هالقصة هي. فاليوم كنت عم بقرا تقرير الصبح قبل ما اجي، عم بقرا تقرير انه عن هالقصة هي، حتى بالعراق كمان انه في كان في هي الحملة ضد هذا المسلسل الكرتوني اللي هو اللي بوكيمون من افلام الديجيتال. تمام، افلام الديجيتال اللي هن افلام يابانية، مسلسلات يابانية، ويابان كثير رأي بهالموضوع. كان هو غريب شوية نوعا ما جواد، كون طبعا فكرته حالة يتحول البوكيمون من حالة لحالة يتطور كأنه يكبر. طبعا انا شفت شوية من افلام بصراحة أنا ولا حلقة شفت، بس ولكن يعني بعرف شو مبدأ بحكم شغلنا بقنوات تبع الأطفال، بعرف شو أو عندي اطلاع شوي عن 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 مضامين آليات صناعة الكرتون. يعني ما تنسي إنه هالفكرة مثلاً الكرتون الياباني مرسخ بطفولتنا، الجراندايزر وساسوكي وكان في غيرها. تمام، كثير أفلام كرتون يعني في منه انضال واستمر، في منه يعني غاب عن بعدين ما تصير كابتن ماجد، ما بعرف اذا كنتوا ماجد طبعا اكيد. هي الاسواق المتاثره بصناعه الكرتون اللي هي من اهم الصناعات واللي بتتوجه لشريحه هي الاهم، هي مستقبل اي مكان. يعني نحن طبعا نحن هامين هالموضوع كلياته، يعني طبعاً اذا نحن هامين المدارس الابتدائيه للاطفال والتعليم للاطفال فما بالك نهتم بثقافتهم اللي يعني ثمراتها بتبين لقدام. تمام، زرع هو لبذرة، هذا الكرتون زرع لبذرة معينة في مخ الطفل. لا شك، يعني انت عندك نفس المسؤول اللي بيقعد يتهاجم على اي منتج فني خلينا نحكي او كرتون، بيحكي انه هذا الشيء ضد ثقافتنا وضد تراثنا وبيهجم علينا والى اخره، مستعد يعمل مؤتمر يكلفوا هذاك المبالغ هائله. تمام، ما بعرف شو ضد يتهجم، بينما مو مستعد يفكر من بدل ما نحن نتهجم عليهم خلينا نحن ننتج شيء له علاقه ببيئتنا. طبعا بشرط انا برايي انه ما يكون له علاقه بالتراث الديني، لانه التراث الديني فيه بلاوي زرقاء. تمام، نحن نحكي عن 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 ثقافتنا. احنا بالفعل جواد نفتقد صناعه الكرتون طبعا نهائيا، مع انه يعني احنا دا راح نتحدث عن مستوى مثلا العراق حصرا. قبل اذا ترجع اكثر من 20 سنه كان اكو صناعه للكرتون وكان اكو دوبلاج باصوات كرتون باصوات عراقيه اللي هي صحيح. اكثر كرتون انتشر اللي وكان له صدى والى الان سنان. سنان كان دوبلاج عراقي. عندك كان ايضا عدنان ولينا يعني سندباد وغيره من البسمه يعني وعبده وغيره يعني من هلا بتذكر لكنه اللغه الفصحى اللي كان يحكي فيها هي لكنه عراقيه كمان. هلا الفكره انه حتى لما كنا عم نشتغل يعني كان لانه الصناعه مكلفه وبدها جهود كبيره، وكانت سوريا مبلشه
يعني تشتغل بهالاتجاه، وللاسف الازمه تراجعنا شوي عن هالقصه. يعني الفكره انه حتى لما كان في دوبلاج، الدوبلاج كانت يعني كان في تقييم، هذا يعني في قصص ما لازم تطلع التلفزيون، هذا ينفع لجيلنا او لا، طفل يعني ما لازم، يعني ما لازم، يعني نحن مسؤولين عن تربيته وتنشئته. تمام، مؤخرا بلشت افلام كرتون تجينا يعني السيد يكون عم يلعب بسياره فجاه بصير وحش والى اخره، فبيطلع ويطبقون الاطفال جوال، يطبقون اللي يشوفوه طبعا على شك، ايه حتى شارلي ويا توم وجيري يطبقوها طبعا، يعني انه تاثر فيها، هي دليل انه نحن لازم نهتم بالقصه. اسير المهم طلعت البوكيمون كان ب 95 كان طلع، والشخصيه المتعارف عليها اللي انتشرت بالاسواق كالعاب وتفصلت من عندها جنط اللي هي بيكاتشو، هذا السيارة الاصفر الاصفر اي اللي صار على ينزل على الملابس طبعا، ينطبع على الملابس وحتى على دخل بالاكو بعض الاطفال يريد قالب الكيك العيد ميلاد ما انت مرسوم عليه، هذا هذه الشخصيه، وهي كانت نوعا ما هي الطف شخصيه يعني الوحيد المسالم بهذه الشخصيات. يعني هو مسلسل، فبالتالي انه الفكره تبعيته الى اخره، يعني برايي اذا كان انسان يعني مثلا الطفل المحصن كيف يعني مثلا تربيته صحيحه، تعليمه صح، بيعرف يميز بين الطفل قادر يميز بين الصح والغلط من هو صغير، يعني مثلا اماكن مثل اليابان بتعرف المستوى التعليم بالياباني باعلى سوياته، يعني تمام العلاقه بين الاستاذ والمدرس والهيئه التدريسيه والوزارات يعني المشرف على القصه والاطفال مختلفه، يعني شيء خيالي يمكن لما بنحكوا عنه في افلام وثائقيه عن القصه هي. هذا الطفل ما راح يتاثر مثل نحن الاطفال يعني اللي هن من ما عندنا توجه يعني تربوي، يعني عندك وسيله تربيه الكف والش ايه احنا ما عندنا توجه تربوي والنعال عن شحاطات والعصاي والى اخره، يعني يعني حتى بكل بياتنا هيك كان عندي، يعني لما كنا صغار بالمدارس الابتدائيه وهيك لما كنت ابتدائي كان عندي رفقات العصاي معلقه على الحيط، يعني العصا معلقه على الحيط انه هاي اذا انت ما درست رح تكون فيها كانه المشنقه، اي لا للاسف يعني تمام. هذا الولد اذا تربى ولقى الظروف المناسبه، الحمد لله الظروف المناسبه للانحراف كثير عندنا، يعني ما في داعي للتوجيه لانه لحاله الجو هيك بهيك ظروف بهيك ظروف وبهيك نتاج اعلامي وبهيك توجهات، فاكيد الاثار رح تكون مدمره. تمام طبعا طلعت هي اللعبه يعني شوفي كيف طلعت هالمسلسل انتشر بشكل كثير كبير بكل العالم، مو بس باليابان مو بس بالمناطق العربيه، صار في عندك نحن دغري بلش تحليل الفتاوي ما بعرف شو انه هي حرام وحلال وكذا، يعني غريبه الفكره هي. بعدين صار ايام عديده طلعت هي اللعبه تبع البيكمون اللي مره ثانيه، يعني في مقاطع فيديو طلعت بالاخبار عم تداولها انه عم تصير حوادث وعم تصير يعني مشاكل وعم يصير عم يدوب بحياه ناس العاب لعبه الكترونيه مبداها كثير بسيط. هلا هو ذكاء هو ما بعرف شو الفكره انه يقدر يتحكموا بهالعقول ملايين البشر انه تاخذ لعبه، طبعا هي تعمل ارباح خياليه للشركات. اسيد عفوا لو طولت عليكم، بالتسعينات اول ما طلع المسلسل المرابح تبع هاي الشركه وصلت لازياء لاكثر من 20 مليار دولار جنيه استرليني عفوا. بالضبط اي جواد، احنا حتى لا يداهمنا الوقت يعني والموضوع هو شيق جدا. انت بلش رح تحول بلش يعني. بلش تحول لرسم مباشره. بس الرسمه بسيطه بتحط ايدي عليها مو بيكم رح تحول لك. نشوفها تاخذها الكاميرا. فينا نشوفها. بس ما يهر ما صار عندي انهيار بالاقلام هون. ما بعرف اذا في كلمه بيقولوا فلان لحس عقل فلان، يعني بمعنى اخذ عقله اخذ عقله سيطر على افكاره. فينا ننزل اكثر هيك تمام اوكي لا حلوه واضحه. هو شوف البيكومون اللي هو الاشهر واحد فيهم هو البيكاتشو، ما بيكاتشو رجل السلام الوحيد اللي بيناتهم لاحس عقل في شخص هون الراس ومخه، فما بعرف بتخيل انه هي واضحة ما بدها كثير يعني ما بدها كثير يعني شرح وكذا هي ايه يعني بالضبط هي مفسرة نفسها تمام. عندك مشكلة شيء مع البيكاتشو؟ لا والله نعم معي مشاكل جواد حلوة بالفعل وموضوع يعني جميل وإلى أبعاده، يعني احنا وصلناها إلى
تربية أو خلينا نقول العمل على زرع معتقدات معينة وتأثير معين على مخ الطفل. عاشت إيدك جواد، وأكيد كنت منورنا. شكرا لك جواد. والبوكيمون هو الرجل الوحيد السلام، يعني أنا اعترضت أنه رسمته. لا ما عندي مشكلة، ما هو في نهاية مسلسل يعني تمام. إيه وهكذا على عيني.